ابتدت الأحداث تبان أكتر في المسلسلات، والحلقات التانية من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان كان فيها أحداث مشوقة، خصوصا في الكبير الجزء الثامن ومسلسل بابا جي للفنان أكرم حسني وإمبراطورية ميم للنجم الكبير خالد النبوي. فخلونا نشوف أهم الأحداث اللي حصلت في حلقة امبارح. الحلقات الثانية من مسلسلات الدراما الاجتماعية والكوميدية شهدت أحداث ولقطات مشوقة. مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن شهدت الحلقة الثانية أحداث كوميدية بين الكبير وشاكر مساعد الشمامة، الكبير بعد ما تحول لعقلة الإصبع للقبض على الشمامين. أثناء الحلقة وبعد استدعاء دكتور ربيع لإفاقة الكبير من الغيبوبة، ظهر كل اللي في البيت على حقيقتهم، وكان الكبير على دراية باللي حصل، خاصة إن روحه المتجسدة في شخص عقلة الإصبع كانت موجودة في الدوار لمتابعة اللي بيحصل. في مشهد تاني، أبناء الكبير العترة وجوني عبروا عن سعادتهم بدخول والدهم في غيبوبة وإن موت أبوهم قرب. من ناحية تانية، حصل خلاف بين العترة وجوني للحصول على كرسي العمودية بعد موت الكبير، ليدور بينهم حوار بسبب الأزمة دي. أنا عارف إنه كان بيزعلنا، بس خلاص دلوقتي ما تجوش عليه غير الرحمة، خلينا نركز في اللي جاي. مين فينا اللي هياخد العمودية؟ يا ابن الكلب. أنا طبعاً. يا ولاد الكلب. لا أنا. أنت نسيت إن أنا أكبر منك بدكتين؟ وأنا أكبر منك بمترين. وأنا خبت خبتين. الحلقة التانية من مسلسل بابا جه كشفت عن قبول أكرم حسني إنه يروح مع الطفل زياد أو سليم مصطفى علشان يكون أبوه ليوم واحد، لكن بيتفاجئ إن والدة الطفل نفسها بترحب بيه وبتحسسه إنه أكيد في بيته. وبعد ما عرضت عليه والدة الطفل نهى أو فريال يوسف إنه يجي كل أسبوع علشان يلعب دور والد الطفل بمقابل مادي، رفض هشام أو أكرم حسني في البداية، لكنه وافق بعد الحادثة اللي حصلت لعربيته وانقطع معها الدخل المادي. يا حبيبي يا بابا، يا حبيبي يا زيت وزع إزاي فيلم نيمو. ربنا يخليه لك يا حبيبي. يخليله مين يا فندم؟ أنا حبة وماشي، مش قاعد على طول. أنا مش هتمشي. لا، ما أنا واجبات مش هحل أنا واجبات. انت الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي بدأت بأن سيدة جت لخالد النبوي وقطعت عليه احتفاله بعيد ميلاد أخته مديحة، وبتعرض عليه السيدة بيع البيت لأنهم عاوزين يشتروا المربع السكني بالكامل علشان يحولوه لكومباوند ومول، لكن رد عليها بالرفض وقال لها إن البيت فيه ذكرياته مع زوجته. لا لا، إيه؟ مش هبيع. فكر في ولادك يا أستاذ مختار. مالهم ولادي؟ شرفتينا يا فندم. فكر في كلامي وهنتكلم تاني. تشاو. في الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني، بيواجه بهجة الأنصاري تهمة بيع خط بدون بطاقة تحقيق شخصية بسبب شراكته في كشك حلويات مع جمانة مراد اللي بتلعب دور نعناعة. وبعد إلقاء القبض على بهجة الأنصاري، بيجي صلاح عبد الله اللي بيجسد شخصية عرفان ومعاه مراته لبنى ومعاهم محامي لإنقاذ صديق عمره من الحبس. هنا المحامي بيأكد لهم إنه مفيش طريق للإفراج عن بهجة إلا بشهادة مايكل جارو اللي اشترى الخط من نعناعة بدون ما يقدم لها بطاقة تحقيق الشخصية. أنا اتفقت مع حد من شركة التليفونات اللي منها الخط، اسم مايكل، هيجي يشهد قدام النيابه بقانونيه الاجراءات اللي اتبعها الاستاذ بدر. وهو اسم مايكل ده فين؟ كان المفروض يجي من ساعه بس ما جاش. في الحلقه الثانيه من مسلسل كامل العدد بلس 1 بدات بمشهد حزن للفنانه اسعاد يونس اللي بتجسد شخصيه حياه والده الدكتور احمد مختار او شريف سلامه بعد ما عرفت بالمرض الخطير اللي اصاب زوجها. والمفروض إنه يبدأ في جرعات الكيماوي، ورفضت هنا حياة تقول الخبر لابنها أحمد مختار. سيبوني بقى، سيبوني أنا أعيش معاه الوقت اللي فاضل لنا زي ما هو عايز يعيش، تمام؟ بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج بأحداث مشوقة بعد انتهاء الحلقة الأولى بالقبض عليها من بيتها، بعدها اتفاجأت إنها متهمة بالشروع في قتل طالبة عندها في المدرسة، اتعرضت لإعياء شديد بعد ما أخذت قرص مسكن. أنت مخبية عليا إيه؟ ها؟ أنت رحتي له؟ لا، خدت بنته المستشفى الصبح. يا نهار أسود، يا بنتي ما قلتلك بلاش بلاش، احنا مش ناقصين.
تلبسي مصيبة مصيبة. دقيق ده البت هي اللي في مصيبة كبيرة. البت طلعت يا نهار أبوها أسود ومهبب.